في منطقة تقارب مساحتها مساحة شمال أوروبا، أعلنت الإمارات بدء دعم لوجستي للجهود الدولية التي تقودها فرنسا في الساحل الإفريقي، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة والتواجد الدولي فيها إلى مضاعفة الجهود التمويلية والعسكرية لمواجهة تحديات الإرهاب والأمن ودعم الاستقرار. مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لدول الساحل جاءت في الوقت المناسب، خاصة وأن هناك نداءات وهناك استغاثات من الأمم المتحدة بضرورة تقديم العون وضرورة تقديم المساعدات الغذائية والصحية لهذه المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب وتعاني من ويلات الحروب الإرهابية والصراعات يعني القبلية. تهديدات جدية هذه المرة للاستقرار في المنطقة جراء إعلان المجلس العسكري الحاكم في تشاد رفضه التفاوض أو الحوار مع جبهة الوفاق من أجل التغيير المسلحة، فالوقت ليس وقت مصالحة ولا وساطة، يقول المجلس العسكري الساعي إلى الانتقام لمقتل رئيس تشاد إدريس ديبي إتنو. وعلى صفيح المنطقة الساخن يرى مراقبون أن التطورات الجديدة أعادت تركيبة التنسيق بين المجتمع الدولي واللاعبين في الميدان. التنسيق ناجح لأنك عندك تفويض من دول الساحل لموريتانيا والنيجر، وكذلك مفوض الاتحاد الإفريقي التي تدعو للحوار وتدعم ذلك، والدعم الأمريكي الجديد البارحة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية كذلك، والتزكية من فرنسا في خطاب تشييع ثمان الرئيس، فرنسا واقفة مع تشاد ودول الساحل. ويهدد رفض المجلس العسكري التشادي لوساطة النيجر وموريتانيا بنسف الاستقرار الجزئي في تشاد وتأثير ذلك على منطقة الساحل. إعلان الإمارات تقديم الدعم اللوجستي للجهد الدولي بقيادة فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة خطوة فعالة بحسب مراقبين تنضاف إلى إنشاء كلية محمد بن زايد للدفاع في نواكشوط لتكوين ضباط جيوش دول الخمس في الساحل. محمد ناجي، قناة الغد، نواكشوط.